انت ممكن تتجنب يعني السقوط، تتجنب نعم الخطأ الكبير، ولكن حصان الحلق اي زاوية اي فتحة يدين ينتهي اللاعب. كابتن صلاح سأتركك بعض الراحة ونعود إليك بعد قليل إن شاء الله. فيما الآن نعود للكابتن بدري اليعقوب للتعليق على منافسات المتوازي مختلف الارتفاع. كيف تبدو هذه عموما هذه المنافسة وهذا الجهاز خصوصا في هذه النهائيات؟ قراءة مبدئية. قراءة مبدئية، هاي خصومات الأداء تنخذ على وضع الجسم، أخطاء وضع الجسم وخصومات المغررة للسعة، يعني سعة الحركة أثناء الدوران حول المحور، تغيير القبضة بالإضافة إلى اكتمال الدورة، الانتقال من البار العلوي إلى البار السفلي. في القانون السابق كان مجرد إذا هي في البار العلوي وعندها دوران هيب سيركل وصار عندها لمس للبار السفلي، نعم، كان عشر الخصم، الحين صار 15. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المسابقة كابتن بدرية، سأذكر الأسماء من سيدخل للمنافسة. تبدأ الصينية تان جيكزين، بعدها البلجيكية ليزا فير شورن، بعدها السويسرية جيليا شتاين جروبر الحائزة على الميدالية البرونزية في جهاز منصة القفز، ثم الرومانية ديانا لورا بوليمار، البريطانية روبي هارولد، الصينية زين زغي، هذه إذن صينيتان في هذه المنافسة، ثم بريطانيتان، هناك بريطانية أخرى هي جابرييل جوب، والرومانية أيضا صاحبة الميدالية الفضية في منافسة منصة القفز لاريزا أندريا جورداشي. تفضل كابتن، هذه الصينية تان عندنا اليوم الصينية جيكزان. جيكزان نعم. صغيرة في السن 16 سنة، وأيضا جسمها وايد صغير، فعندها تكنيك عالي، فنيات حلوة، دوران متسلسل، الانتقال من البار العلوي للبار السفلي عندها في خفة ونعومة، يعني سلسلة متكاملة من الأداء الرائع، يعني أعتقد أنها بتكون من الثلاث الأوائل. ملاحظة كابتن بدرية، أعتقد أن الصينيين يعدون جيل جديد من الجمبازيين. والدليل هذه الجيل نعم الجداد ما صغيرة في السن، يعني ظاهر أنها الآن تبدأ دورة أولمبية كاملة أمامها، أربع سنوات أمامها إلى للوصول إلى أولمبياد ريو جانيرو القادمة 2016. إذن صح، الصينيون يستعدون كما يجب من أول الدورة الأولمبية لنجدهم على منصة التتويج في نهاية الدورة الأولمبية. دقيقين في حساباتهم. نعم. دقيقين. نعم. إذن هذه سنتوقع أنها ستكون بطلة أولمبية قادمة إن شاء الله. إن شاء نعم. تفضل كابتن. عندها فنيات مثل ما قلت لك، فنياتها عالية، عندها الانتقال من البار العلوي للسفلي، فتحة هني لحد الآن يعني يبين أنها في بداياتها. الفتح المفروض يكون في مستوى واحد، خط واحد، لاين، يعني ما يكون نعم في انثناء او انحناء، بس بالنسبه لها كبدايات فتحه كامله، فتحه كامله نعم. والانتقال مثل ما قلت لك من البار العلوي للسفلي عندها في سلسله كروباتيه حلوه. نعم. اذا هذه تان جيكزان الجمبازيه الصينيه 14 800 450 المتوازي.